السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي بفيديو جديد. طليت عليكم بهذه المناظر الجميلة. نتمنى لكم نهاركم مبروك وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. إن شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم اليوم. كما قلت لكم نتصبح ربي نفعت على خبز فطير. درت خبز فطير كسرة، كل واحد وش يسميها. انا درت هنايا زوج خبزات طيبتهم مع صباح ربي. كما قلت لكم نفعت على زوج خبزات فطير ولا كسرة، كل واحد وش يسميها، احنا نسموها فطير. وقلت لكم طيب زوج خبزات صباح صباح بيد بيهم انا ويما. وهنايا شهيتكم في الجنة ان شاء الله. هنا درت قهوتي وقعدت نتقهوى. وكنت نخمم واش راح ندير اليوم. جيت عندي شوية حوايج، غسلت بعد ما كملت هنايا، بعد ما كملت قهوتي نط كيما قلت لكم. كان عندي شوية ماعن، غسلت هذوك الماعن المعنات اللي بقاولي فناجل تاع القهوة وشوية معنا تاع البارح. كيما قلت لكم الدار الكبيرة ما يقعد فيها الماء. المهم وانا قلت لكم هنا شليتهم وغسلتهم. لقيت شوية عندي شوية حوايج وشوية فراش زوج بساطات، دت الماشينة الدور ديالي وزدت غسلت زوج بساطات. هنايا درت الماشينة ديالي الدور وزدت. كان عندي زوج بطاطات كيما قلت لكم خفاف، هكا قلت نغسلهم مادام كاين العين وبروفيتيت غسلتهم. وكنت نخمم واش ندير الفطور. انا هادو زوج بطاطات اللي بقاولي، قلت نبروفيتي مادام كاين العين. هنايا غسلت شمختهم مليح مليح ودرت لهم زوج راوات زوج راوات، كنت نخبيهم. كيما قلت لكم الصيف يحب النقع، كيما الفراش كيما الحاجه تاع اللي نتغطاو بها. يكون عندكم الضياف ولا راكم تعرفوا الدار الكبيره يجوها الضياف يجوها الدراري. المهم انا كنت نغسلتهم وخليتهم ينقطروا. ومن بعد كيما قلت لكم كنت نخمم على الفطور. درت فطور خفيف ظريف، بطاطا شلاضه وشلاضه تاع الورق وفطرنا. كانت هنا جات اختي الكبيره تانيك وحده كانت جايه تانيك في الطريق. انا هنا بعد ما فطرت غزت غسلت الماعن تاع الفطور وريحت شويه. ومن بعد العشيه لحقت اختي مع العصر، شربت قهوينا وتعشينا وجبت لنا زوج دجاج محمرين شهيتكم في الجنه. حطيت الشلاضه زدت، كان عندي شويه على بحطيته وزدت حطيت معها البطاطا تاع الصباح اللي فطرنا بها ورحمه ربي. انا قلت لكم هنايا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وبعد العشاء لازم نصلي لنا العشاء ونعطوا ربي حقه. هذه هي. نقولكم في امان الله وتهلاو في روحتكم. سلام، نتلاقاو في فيديو قادم. سلام. انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبة. انا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيب. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي.